ومن البحيرة تعالوا نروح لمحافظة أخرى وتحديدا السويس وأثر قصر الثقافة في السويس، لأن كان فيه هناك حفلة يعني غاية في الروعة، وهو يعني الأول من نوعها، حفل بيجمع ما بين الإنشاد الديني والدين الإسلامي والكنسي، كان موجود في قصر ثقافة السويس. تعالوا نتابع التفصيل ونسمع يعني التواشيح لما تمتزج بقى مع الإنشاد الديني الكنسي كمان، يعني حاجة غاية في الروعة. تعالوا نسمع. النهارده اول احتفاليه لفرقه الانشاد الديني. الفرقه دي بتعتبر تجربه جديده من نوعها، فرقه انشاد ديني نصها بتقول ترانيم مسيحيه والنص الثاني بيقول انشاد ديني اسلامي، بفرقه موسيقى لايف لكل الفرقه. فانا في اعتقادي من المراجعه كده ان دي الفرقه رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط. النهارده دي اول حفله ليهم بعد مقابله لجنه الاعتماد، وهما بيقدموا نفسهم عشان نقدم رسالة للعالم، رسالة محبة وسلام للعالم كله. بنقول إن مصر بلد جميلة وكل الأنشطة اللي فيها أنشطة جميلة. لقيت الفكرة جميلة جدا فتضمنت معاه، يعني لأن لقيت الراجل يعني شغال بجدية وعايز يعمل حاجة ما حصلتش قبل كده يمكن على مستوى جمهورية مصر العربية، فأنا يعني حبيت إن أنا أتضامن وأتضافر معاه في الموضوع ده ونحاول نعمل حاجة جديدة في مصر إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله إن التجربة تحوز إعجابكم وننجح فيها إن شاء الله، علشان ده يبقى نسيج وطني، حاجة كويسة لمصر وقوة ناعمة بتدعم مصر جنب بقية القوة اللي موجودة يعني إن شاء الله. صرح عظيم البناء. ان احنا نتجمع مع بعض ونعرف ناس تاني دي حد ذاتها جميله، فلسه يعني احنا لسه ما كملناش شهر تقريبا مع بعض، فلسه قريب هتشوفوا برضو حاجات تانية احلى. ان احنا اول مره نسمع حاجه زي كده لايف، واصواتهم فظيعه وجميله وقويه جدا. احنا عشان بنقول حاجات ترانيم روحانيه اكتر، فمش بنقول بالقوه دي قد ما هما بيقولوا، فدي حاجة جميلة جدا. كنا مستغربين ومستمتعين ان احنا بنسمع. هي فكرة جديدة، وان هي فكرة جديدة دي حاجة مختلفة وحاجة حلوة جدا ان هي تتنفذ اصلا، وبالذات هنا في السويس لان ما تنفذتش حاجة قبل كده زي كده يعني، فهي يعني حاجة كرييتيف قوي. وفي فعلا وحدة، وان احنا كلنا بنكلم بعض عادي وان ما فيش اي حاجة والدنيا سهلة وبسيطة. يعني بتعجبنا ترانيمهم، هم بيعجبهم انشادنا. حصل دمج كبير بينا وكلمنا بعض وتعرفنا على ناس كتير، يعني كل واحد فينا عرف التاني اكتر. يعني في الأفعال حاجة لطيفة جدا وجميلة جدا هي تحصل، وفعلا ان شاء الله هنكون احسن فرقة انشاد ديني يعني في الوطن العربي كله اصلا ان شاء الله يا رب. احنا في منتهى السعاده ان احنا نتعرف على ناس جميله بالجمال ده ونقدر نشتغل معاهم، وحاجه جميله خالص يعني. بنامل ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان احنا نندمج بالفرقتين الموسيقيتين، بحيث ان احنا ناخد الموسيقى بتاعتنا كمان نديها لهم كنوت ويعزفوا لنا واحنا نقول معاهم وهم يقولوا معانا، هيعمل اندماج كامل، بس ده محتاج شويه وقت يعني قدام. لم نجد ابدا في اي بلاد هذا التعانق، نحن نعيش في مصر رحمه القران وسماحه الانجيل. حقيقه الامر رحمة القرآن وسماحة الإنجيل، فإذا تفهمنا رحمة القرآن بكل معانيها وسماحة الإنجيل بكل ما فيه، خرجنا جيل متفاهم، جيل يبني،
ولا يهدم، جيل يصلح ولا يفسد، جيل يحب ولا يحقد. فأنا نسمن هذا المشروع الجميل وهذا الأمر الجميل الذي يؤدي إلى انسجام وإلى تناغم ما بين الإنشاد الديني الروحاني الجميل وكذلك الإنشاد الكنائسي الجميل.